بسم الله، الحمد لله، ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. الآن نباشر التأمل في الآية الأخيرة لسورة براء، شو يقول مولانا فيها؟ فإن تولوا، وهذا تولي عند الكفار، لأن ما يقدروش ما معناه العقد اللي أمن الطرفين. فإن تولوا، هذا اللي أقرب وقوع، فإن تولوا، شوف دقة حكم الله في خلقه، سواء كان يكون من جماعة الحق ولا من جماعة الباطل، جماعة السلام ومن جماعة الحرب. فإن تولوا وكا ويل ربوس شما يسبستين ا رامبر سو باكت ايتابلي انتر او اي فو. فان تولوا فقل، دي كليرمون اي ابسوليمون كاس كو دوا دير او لو بيان ايمي نيميرو 1 دو دالله لو ماتر سوبريم. يقول فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني ما سفي، أنا ماني طالب حتى شيء إلا أن يكون ربي معايا ويصدقني ويحميني وينصرني، ولو الآخرين يلتورن لدو أسات أليانس لا انترافيا انصردو تراف. يقول مولانا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إن يادو ديو كلوي. شوفوا كيفاش الإسلام يأكد على التوحيد لرب الأنام ورب الأكوان وأهل المجر. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، سدي أن لوي جو مي توت ما كونفيونس إي فريمون لا كونفيونس أبسولو أن الله لو ماتر اونيك. ونعود إن شاء الله.